معنا من لندن سيد حسن راضي المتخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك سيد حسن. إذا تظاهرات في كرم الشاه وقم وأصفهان وغيرها من المدن الإيرانية بعد أن بدأت في مشهد، إلى أين برأيك تذهب الأمور في إيران؟ حقيقة الأمور وحسب يعني المؤشرات التي يعني بدأت تظهر منذ يوم أمس واليوم يعني تتجه نحو التصعيد، حيث يعني توسعت رقعة المظاهرات لعدة مدن ومحافظات، أي بمعنى في كل المحافظات وفي كل الجهات أصبحت مظاهرات. هناك في المظاهرات أصبح تحدي واضح للسلطة، بدأت تتوسع المظاهرات عموديا وأيضا يعني بشكل واسع تستهدف النظام ورأس النظام النظام. النظام بدأ بالقمع وبدأ يحاول يحتوي المظاهرات المظاهرات. هل تعتقد سيد حسن أن وراء هذه الاحتجاجات بعدا سياسيا؟ لأنها قد تبدو من الوهلة الأولى أنها احتجاجات تقتصر على المطالب المعيشية الضرورية للمواطن الإيراني. سيد حسن راضي تسمعنا؟ الآن نعم أسمع صوتك الآن. طيب، هل تعتقد أن هذه التظاهرات وراءها بعد سياسي؟ لأنها في الوهلة الأولى هي احتجاجات تطالب بمطالب ضرورية معيشية للمواطن الإيراني. طبعا يعني للمظاهرات بعدين، بعد اقتصادي خرجت المظاهرات أو الاحتجاجات احتجاجا على الاوضاع، على سوء الاوضاع المعيشيه، وخرجت بشكل عفوي تندد بكل سياسات النظام واهمال للمواطن ويعني انفاق المليار دولارات على سياسات ايران التوسعيه والارهابيه. وايضا هناك بعد سياسي واضح في المظاهرات من خلال الهتافات التي استهدفت المرشد الايراني، وبكل صراحه هتف المتظاهرون الموت لخامنئي والموت للدكتاتوريه واسقاط النظام وحرقوا صور الخميني وخامنئي، بمعنى هناك هدف سياسي يعني للمظاهره، ليس فقط هدف اقتصادي، هدف سياسي. ويعني بكل يعني صراحه حتى ليس فقط الشباب شاركوا بالمظاهرات، حتى كبار السن، وكان هتافهم نحن قمنا بالثوره ونحن نادمون على ما. طيب، نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانجيري حذر من استغلال البعض للاحداث، الى اي مدى ترى ان ايادي خارجيه تقف وراء تاجيج الاحداث؟ ليس هناك ايادي خارجيه تقف وراء الاحداث، لان مطالب يعني المتظاهرين واضحه جدا، تحسين الاوضاع المعيشيه، واذا نظرنا للاوضاع الاقتصاديه الايرانيه ويعني اوضاع مزريه جدا، البطاله مرتفعه جدا، الغلاء مرتفع جدا، يعني اكثر من 40 مليون حسب يعني ما اعلن رئيس مؤسسه الخميني الامداد، اكثر من 40 مليون يعيشون تحت خط الفقر، الارقام مخيفه وخطيره. ولكن هناك من يحاول ركوب هذه الموجه، المرشد الايراني علي خامنئي وصف الرئيس السابق احمدي نجاد بالمعارض، ما الدور الذي يلعبه نجاد في هذه الاحداث برايك؟ طبعا وكل حركه تصير في ايران وكل حدث او كل مطالب اللي يطالب به المواطنين في داخل ايران يحاول النظام الايراني يربطه بالخارج ويقول انه هناك مؤامره تستهدف النظام وتستهدف امن ايران من اجل يعني تبرير قمعه للمظاهرات، لكن يعني المظاهرات خرجت يعني من اجل مطالب اقتصاديه وتعديل. وتعتقد ان هذه الاحتجاجات يعني مرشحه للازدياد والاتساع؟ طبعا اذا اخذنا يعني التصعيد الذي انتهجه المتظاهرون والوسعه التي توسعت بسرعه المدن الكثيره ويعني الجراه في الهتافات، يعني انا اعتقد انه مرشحه يعني للاتساع. نعم سيد حسن راضي، اشكرك واعتذر منك لضيق الوقت. من لندن المتخصص في الشان الايراني.